جاوب. بالنسبه للاخت ديالي مسكينه كيفاش خويا الحاله ما بقى القرايه لا والو، صافي ما بقات القرا لا والو، صافي ولات مسطيه الراس الراس ديالو كتقول لك انا السبب. انا وليت وجدي معايا في هذاك الطريق وعارف هذيك المدرسه في هذوك الاشرار وداك الشيء، داتو معاه باش يحامي عليها خوها واش مشين ولا لا، ولكن هادشي ولا حامي عليها ولا مقشول، وهي هي ولات مسطيه دابا بقات القرايه لا والو، هي ولات كدور على راسها وكتقول لك واش مشين ولا لا، وكنطالبوا من الجمعيات يشوفوا يديروا لها شي تاوين واش مشين ولا لا، خاصه طبيب نفسي ضروري. دابا راه الراس كتغوش الراس، كتقول لك انا راه غدا ولا بعد غدا تفوت على تلاح تموت ولا واش مشين، باقا صغيره باقا قاصر ما غتدخلش لها الهضره الراس، وخا تبقى تعيا ما تدخل لها. يعني بقى فيها الحال شافت الاخ ديالها مسكينه بكات هذاك الشيء اللي كاين. ديك المدرسه انت بحكم انك كتعرفها مزيان اش كينوض تما يعني خويا اش كينوض اش كينوض ما راه باينه هذيك المدرسه ديال صحاب ماطر جيشي 96 هادي طلع شيرك موراك ضرب شي مضايا شي حش منك وبدا الدور تخلع في عباد الله انا كاين هادي وما كيوصلوش بنادم الهضره باش يوصلها ما غيوصلهاش تمشي دابا بنادم مدعوق تيقول هذاك راه ولد الدرب عادي خليه تمشي ولكن ولد الدرب غيبدا يقشل تمشي ولا لا ما يبقاش يعرفك لا ولد الدرب لا حنا راه كاع اسلام ولكن جاي تقشل تمشي انا نوليو كاع نقتلو ولكن حتى واحد ما غيربح فن الحمد لله عين اخوك الله يولي برحمتي وقفك خوك بزاف يعني كان فقدت واحد من العائله اللي كان صاحبك وخوك وكان خويا كان ما عرفت شناهو كان هذاك هو العقل ديالي يعني راه كيمشي معايا في الطريق هذاك ما كنتش باغي ندير واحد اللعيبه تيجرني تيقول لي اجي راه كنت كتنصح فيا ودابا انت ولا تبغي تغلط راه خاصني انا ننصحك حتى هو كينصح فيه كيمشي معايا في الطريق كينصحني وكيمشي معانا في الطريق وكينصح اخر كلمه خويا اخر كلمه الله يجعل ربي ياخذ فيه الحق اللهم امين ما يدير في مؤسسه لا قرايه لا والو تيجي مع طريفه وتبقى مقابل الدريات فتخ ومقابل الدريات غادي ديزا يجي تشي فين هنا وتا الدريات ما واش وما كاينش اللي ما كاينش اللي غتوصل الهضره لما تقول لها راه حكار اخونا تيجيو يتلوطوا علينا في المدرسه ولا يجيو كيضربونا بساطر ولا يجيو يتعداو علينا تيخافوا وراه غتخاف السيف ملي غادا مدرسهم مع شما راه يخرج لها من الزنقه يضربها شكون غيحضى شي غادي يحضى شي واحد واش الاخت ديالك كتعكس بشي عكاز مريضه ولا شنو لا في الضيقه وداك العكاز شكون اللي كان كيستعملو اللي ناض عليه كنت كتستعملو هي العكاز اللي كان اللي كنت كتستعملو هي غادي هو خويا دري معكزه به هي مريضه في الضيقه واش مشينا غادي يويا دابا انت ما عادش مطيف مع شي واحد تجي قلت لي راه العكاز هو ما باغيش يعطيك عكاز قال لك اودي راه معايا قلت لي راه العكاز ونضربك خويا دري قالت لي لا راه خويا وهادي واش مشينا يعني قلت لي قلت صافي ما عادش كيفاش ضربوا ولا من الاخر واش مشينا دابزو هرب هرب شي جيب شي جي جي من الله ورطيشي دار عندك درتي لي الرق قلت لي دابا نخليه فيك ملي جيتي خليتيه فيك الاخت ديالك كيفاش الحاله النفسيه مسكينه شافت داك الحداث وهذا خويا راه باقا انت فين هي في المدرسه دابا ولا شي كترجع اللوم كتقول لك انا في الطريق وفاش ماش في الطريق انا فاش مت يعني فاش ماش خويا ولات كتلوم راسك تقول لك انا اللي ديته معايا انا باغا ندي معايا المدرسه يمشي معايا في الطريق ما كاينش اللي غيمشي معايا وملي غادي مع المدرسه تولوا واش مشينا نضيعوا في حياتك وراه اي واحد يتم غادي المدرسه يضيع في حياته في اي طريق واش مشينا وما بغيناش نبقاو ندخلوا عاوتاني قربنا غير من الحال ما خويا ما نقيش نقرب صافي وفرين والله يرحمو بزاف الله يرحمو بزاف شنو كنطلب دابا من المسؤولين والناس يعني اش كنطلب اخويا ياخذوا لي حق بالنسبه لهذا ما بلا فضة بلا والو ياخذوا لي حقه بالقانون بالنسبه قالت لك هذوك العائله ديال المجرم قال لك انه راه مختل انه مريض واش هاد الامور كاين دابا بالله شي مختل عقليا دابا حنا باغا نفسر هاد مختل عقليا دابا واش مختل عقليا شحال ما ضربتي واش مختل عقليا عندك شي طريط مو عندك شي سبيطار تمشي ليه عندك شي تمشين مختل عقليا ريح في داركم مشي عارف المذاق انا اللي كنعرف السطه كيربطو ما كيعرفش المذاق شناهو كيعرف يضرب الحجر تمشين انت راه جاي مرا غادي للقلب وديريكش هي انت كتعرف كيفاش تضرب كان دائما تيجي للمدرسه هو دائما وديما معدي على الدراري تما كاين هو ميكروب ولد عايشه فهمتيني ولا ولكن ان شاء الله الله غينتقم منه لا في الدنيا لا في الاخر قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي مع
ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.